صباح الخير، شلونكم؟ أبي أسوي معكم unpacking حق أغراض وصلتني من ووكا كلوزت. أول شيء أبي أراويكم هذا الدريس، شوفوا شلون حلو وخفيف، والماتيريال صج 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 يجنن، ساتان وخفيف على الجسم، وعندكم ربطة كذي، وشوفوا شلون طويل. It's very nice. وباركولي لأني بطلت ريلي. أوكي، هذا أول بيس بارويكم إياه، بحط لكم اللينك الدايركت عليه إذا تبون تشترونه. وطبعا لا تنسون أن عندكم 22% ديسكاونت على الأغراض لو تشترون من بوك كلوزت بالكود ماي. وقبل لا أبدل الدريس أبغى أوريكم الشوز اللي اخترت عشان أي ستايلت مع الدريس. شوفوا شلون جدا جميل ستايل بوتيكا الترندي اللي حوالي الحين الكل يلبسه. أول مرة ألبس الشوز بعد ما شلت الشاشة اللي كان على ريلي، جدا جميل. بحط لكم اللينك إذا you want to shop the shoes من Woga Closet. الدريس اللي عقبه شوي ثقيل اخترته وقصير، بس تشوفوا ينفع حق النكست سيزون مو بالحين، لأنه هو شوي ثقيل. طبعا يبي له إني أنا أكوي الدريس، بس جميل جميل، خصوصا اللون، لون وايد وايد عجبني، وايد عجبني اللون. I really love it. الدريس اللي عقبه شوفوا اللون، بس ما اقدر اقول لكم شلون جمال اللون، اللون يجنن يجنن. وتقدرون تتحكمون بطول الدرس من جنب، you can pull it up او تخلونه طويل، يجنن خصوصا لونه، وهو it fitted على الجسم، و you can control الطول او الوسع مال هني يعني. I think أنا فهمت علي. It's really nice. It's really really nice. بس الشيء الماتيريال خفيف، ينفع تلبسونه الحين أو أي وقت ثاني. وأهم شيء إن تقدرون ترفعون هذا الشيء، وهم يصير ستايل يعني. إذا رفعتوا أكثر يصير كذي، وإذا خليته مفتوح يصير سيدة. حلو. الدريس اللي عقبه في اللون، بس أقدر أقول لكم شلون جمال اللون، اللون يجنن يجنن. وتقدرون تتحكمون بالطول الدرس من جنب، لأنه you can pull it up أو تخلونه طويل، يجنن خصوصا لونه، وهو it fitted على الجسم، و you can control الطول أو الوسع مال هني يعني. I think أنا فهمت علي. It's really nice. It's really really nice. بس الشيء الماتيريال خفيف، ينفع تلبسونه الحين أو أي وقت ثاني. وأهم شيء إن تقدرون ترفعون هذا الشيء، وهم يصير ستايل يعني. إذا رفعتوا أكثر يصير كذي، وإذا خليته مفتوح يصير سيدة. وايد حلو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.